يا راجل فايت الراس والله انا ربيك يا كان والله انا ربيك والله انا رعوف لك شباب مقدم رؤوف طالب اجتماع شباب فيه شباب شوفي مقدم رؤوف طالب اجتماع الساعة 6 لسه بكير اجتماع شو شو بعرفني خبصوني بقى سيدي 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 شباب 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 خير شوفي الساعة 6 اجتماع بس الساعة 6 بس مقدم رؤوف طالبنا استغفر الله العظيم هلا قوموا ضبونا الباقي قلت لي ممنوع ما هيك الاوامر سيدي وين عناصر يا ابو فلوق يلا بسرعة يا ابني فكرة حلاوة سيدي ما تعصر فيه روح جيبها يا ابنك سيدي تمام شو اسمك عزام سيدي عزام سيدي رؤوف لك رؤوف يا كلب خليك تنسى الحليب اللي رضعته يا حيوان خلال 5 حدات بتكون شالح بالشورت يلا نفس يا سيدي انا والله مسامح خلاص يلا 1 2 3 اسرع اسرع يا كلب ممنوع الدخول ما هيك مشتنا الاوامر سيدي ما تضحكوا لي ما تضحكوا لي يا حيوان ما تضحك والله ربي فيك كل هالكلاب ومتعه واقفا تمرين تاسع 1 2 1 2 مبتعا تمرين سادس 1 2 1 2 اسرع واحد وركب واحد وركب بسرعة يلا لا يلا يلا بسرعة شعبية يلا خلي واحد مثلك ومثل رضوطي شو عم تعمل ولا؟ انا شفتك ما مشيت هون ما شفت الهان عزام شفت البارودة من ايدك عسى ما تكبر القصة وتتفعس تحت رجلين لك ما انا فضلك صرت تحت الرجلين اذا صديتها ولا خليتها معي والساعة الضارب اه يلا مو بطيحان لشوف مو بطيحان يا عزام يا ابني الموضوع بنحل انا انزعجت منك لانه انت ما بصير توقف اي ضابط تحت اي اعتبار بكل بساطة بتطلع لعند رئيس الفرع بتقول له المقدم رؤوف دخل غصب عنك بدك مطيحان ما تفهم يلا نشوف يا رب حرك فين غراضي بدك الموضوع يمر بسلام لا تخلي حدا يلحقني والا عن جد ما بعرف شو ممكن صار عم تفهم نزلني بعد اذنك على اليمين ايه هون لو سمحت
الو؟ الو، احترامي سيدي. عزام؟ نعم سيدي. وين انت؟ انا رايح موت سيدي، انا خرب بيتي. هدي حالك شوي وقلي شو صار معك، شو سبب اصطدامك مع المقدم رؤوف؟ سيدي امبارح رئيس الفرع اتصل بالاستعلامات وخبر انه سيادة المقدم رؤوف ممنوع يفوت على الفرع، ورئيس الحرس حط لنا ورقه على الكولبه بخصوص هذا الموضوع. وانا على قد حظي ما انا وسخ، كانت نوبه الحرس تبعي الساعه 5 الصبح، الساعه 6 الصبح بلشت تزمر سياره المقدم، وانا حسب التعليمات ما فيني افتح له الباب يا سيدي. قربت لعنده وحييته بكل احترام، قال لي ليش ما عم تفتح الباب؟ قلت له هاي تعليمات رئيس الفرع يا سيدي. عم عصب وجن جنانه. ايه شحطني من شعري على الساحه ونزل كل عناصر المناوبين، حلق لي شعري وهاني قدام الكل. قلت له يا سيدي الله وكيلك انا عبد مأمور وما لي علاقه. صار يزيد المسبات، قال لي شلاح بالشورت، شلحت بالشورت، نفذت كل شيء طلبه مني بالحرف الواحد، وسأل كل الشباب على هذا الموضوع. قام بعدين بلش يعاقبني، شيكوا وركب، تمرين سادس، تمرين تاسع، منبطحا واقفا. ما شفت الا المساعد اول ابو خلدون بيمسك العصايه وبلش بيضربني. انا هون ما عاد تحملني عقلي، قلت لهم فيكم تعملوا فيني اللي بدكم اياه، بس ضرب ما بسمح لحدا يضربني. طيب طيب، الكمالي صارت عندي، بس انت اكيد ما عملت شيء بس شدتك من شعرك، ما هيك؟ اقسم بالله يا سيدي هذا اللي عم احكي لك يا هو اللي صار بالحرف الواحد. يا سيدي انا بعرف اني انتهيت واني تبهدلت، بس بترجاك مشان الله ما تخلي دوريات شطر عسكرية تروح على بيت أهلي، ما بدي حدا يهين أمي ولا أخي ولا، مشان الله يا سيدي داخل على عرضك يا سيدي. أنت وين هلأ؟ يا سيدي بوس إيدك، بس أعطيني ساعتين روح ودع أهلي. أنا ما عم بسألك لحتى أجيبك، أنا عم بحكي معك لحتى ساعدك. يا سيدي بس بدي هالساعتين، بدي روح ودع أهلي مشان الله، الله يخلي لك ولادك يا سيدي. طيب لا تجاوبني، اسمع بس دق لك بترد علي فورا. يا سيدي بوس ايدك، انا والله ما لي حدا بالدنيا، انا بعرف اني غلطت بس وحياة الله ما تحملت الشيء اللي عملوه فيني. مفهوم مفهوم، انت هدي حالك وانا رح احاول بالقصة. لك يا سيدي ما رح تزبط، خلص تبهدلت انا وضاع مستقبلي وبهدلت عيلتي كلها كمان معي. طول بالك شوي، ومثل ما فهمتك ما بتتحرك لاي مكان لحتى احكي معك. يعني ما سلم حالي سيدي؟ بتسلم حالك بس إلك هلأ. لا الله يجبر بخاطرك يا سيدي، بعرف إنه ما في أمل، بس طول عمرك ابن أصول وبتحب تساعد الناس، يكتر خيرك يا سيدي. بس ما أنا عارفان شو بدي إلك، أنت عملت غلط كبير. يا سيدي والله العظيم بعرف، بس وحياة اللي خلقني ما بعرف ليش صار هيك، غصبا عني ما أتحملت حالي وصار اللي صار. طيب ماشي، ساعتين وبحكي معك. حاضر يا سيدي، حاضر سيدي. طيب يا ابني ماشي. احترامي سيدي، نفذوا الأوامر مثل ما هي. أهلين رؤوف، شو صاير؟ سيدي أنا تعرضت لإهانة، إهانة مستعد تهد الدنيا كلها لحتى أمسح صحة أمي وشغلي. اهدى واحكي شوي. أول شيء شو اللي جابك على الفرع الساعة 6؟ هذا فرعي سيدي، فرعي بيجي عليه بأي ساعة، بعدين واجبي بحكم عليه عمر كبسات على عناصري، بس ما هذا هو موضوعنا. طيب شو اللي صار بينك وبين العسكري؟ هذا العسكري بكل وقاحة. احترامي سيدي. أهلين فايز، في شيء؟ إيه نعم سيدي، قالوا لي سيادة المقدم فات على مكتبك وحابب أسألك سؤال قبل ما تفوتوا. سؤال؟ سيادتك طلبت مني أجمع معلومات عن العراقيين اللي فاتوا على البلد قبل شهر. فايز أجي لي هالقصة، في عندي موضوع أهم. لا سيدي، هاي القصة ما بتتأجل. أو شو صاير؟ يلي صاير إنه العقيد أحمد قال لي لا تجمع معلومات، وأنا ماني عارفان شلون أتصرف. شو هالحكي؟ من وين لوين العقيد أحمد بيحكي معك هيك حكي؟ يعني اتصرف حسب القانون العسكري، ما هيك سيدي؟ معقول انت يا فايز؟ لسه عم تسألني؟ أمرك سيدي، رح أقول لسيادة العقيد أحمد إنه وقت رئيس الفرع بيصدر أمر ما باخد أوامر من رتبة أدنى، وإذا بتسمح يا سيدي تفهم المقدم رؤوف هذا الحكي، هو عم يشرح لك شو صار الصبح. احترامي.
بفهم من كلامك انه ابو الزين ما له علاقه. لا سيدنا، مو هيك الحكي. ما كان شو؟ يعني هو ابو الزين عصب شوي وطاش حجره، قام حكى له كم كلمه برفع. بدي اعرف شو اللي صار بالضبط. صبايا تفضلوا لتحت، اذا بدي شيء انا بطلب. سيدنا اللي صار من وقت هجمت الدورية على الحارة، سيدي فاتوا تقول فاتين على شبايكة أو زريبة وبلشوا بالعالم شمال ويمين، ما فرقوا بين حدا وحدا، يعني ما قدروا لا ختيار لا كبير لا حرمة لا صغير. طريقهم ضربوا أمه لجابر، شباب الحارة ما تحملوا دبكت وصار اللي صار. من أول واحد حكى أو هجم عليهم؟ أنا سيدنا. سيدنا أبو الزين رفيقي وصاحبي وله فضل علي الحقيقة، وهلا الأمن عم بلاحظ. أنا جبته لهون لأنه أنت قلبك كبير دائما يعني بتساعد اللي بيقصدك. سيدنا أنت شو بتشتغل يا أبو الزين؟ عندي محل تياب بالي. ضعتك أجنبية؟ في وطني وفي أجنبي. تكرم يا شابر، تكرم عيونك. اكتب لي اسمه ومفصل هويته وحط لي اياهن على ظهر المكتب. لما انت غالي علي ما بحط ايدي بهذا الموضوع، خاصة بانه انت جيت لعندي وقلت له بانه ابو الزين. سيدنا انا ما بدي اقاطعك، بعرف انك تعبان، انا حكتب لك كامل المعلومات اللي حضرتك طلبتها مشان ابو الزين، وبس تتحسن احوالك ان شاء الله بتمنى ما تنسى لنا وضعك. اسمح لنا سيدنا نحن بدنا نمشي. انا راح اترك لك المعلومات اللي طلبتها هون، وبعتذر انا ما يعني جاي ايدي فاضيه، بس ما كنت بعرف انه حضرتك تعبان، بس الحقيقه برضه الدنيا كنت ما بكفي. ولا همك، اتكلوا على الله وانا بحكي معك. ماشي يلا بالاذن سيدنا. سيدنا عفوا، لعمتى بيضل هربان؟ بصل يعني انت في يرجع لبيته؟ هلا ما بعرف، اليوم المساء بحكيك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم، كتر خير احسن. شباب اذا بتريدوا هذا فايز بده يصغرنا، عسكري عم يتطاول علي انا. ولك ما بس عم يتطاول، هذا اطلق النار، اطلق نار يعني عيلته لازم تنفع. روق شوي، روق. ما راح اقدر اروق لك الحل القصه. هلا كنت على انا عند رئيس الفرع، قال شو بدي حل الموضوع مشان سمعت الفرع. سمعتنا نحن وين؟ سمعتنا وين بعد ما كل العناصر شافوا اللي صار؟ انا مع سياده المقدم، لازم يتاخذ قرار سريع. طبعا قرار سريع ودمار. هذا المجرم لازم يتحاسب، وانا معك. وانا كمان. يا سيدي بدي دعوسه. بدي دعوس كل شيء بيطلع بوشي. شباب اللي صار اليوم كثير خطير. انا من شوي كنت عم بحكي مع رئيس الشعبي وكان له راي انا شايفه انه منطقي كثير، وراح ننفذه بحذافيره. اي حل خارج القانون العسكري اللي هو محاكمه ميدانيه بعتقد مرفوض سيدي. القانون العسكري مو تيشيرت بنلبسه وقت بدنا. القانون العسكري بيقول في تراتبيه عسكريه، والرتبه الاعلى هي اللي بتعطي الأوامر. أنا ما بسمح لك تحكي معي بوجود رئيس الفرع. وأنا ما بسمح لك تحكي معي بالقانون لأنك أبعد الناس عنه. سيدي سكتوا لأنه ممكن يصير شيء مو منيح. رؤوف كلامك بيحتمل معنى تهديد. لا لا مو تهديد سيدي، بس الموضوع أكبر بكثير من هيك، وما بدي أي حدا قابض مصاري أو عم ينجب له هدايا دافع عن مجرم. شوف رؤوف، لو بتعمل شو ما عملت، لو بتطلع على السما رح ضل خصمك، وبحب أقول لك لحتى تكمل الخصومة اللي بيناتنا، أنا كنت شاهد وقت شديته من شعره وجريته لجوا بس لأنه قال لك في تعليمات من رئيس الفرع بأنك ما تدخل، وكنت شاهد كيف عاقبته بإزلال لحتى وصل لمرحلة سحب سلاح. أنت كذاب، واحد مثلك كذاب. فايز رؤوف بعتذر سيدي، بس أنا بطلب ينحط اسمي بملف العسكري والتعليمات.
تتم دعوتي للشهادة إذا صار في محكمة عسكرية. سيدي أنت موافق على هاي المسخرة اللي عم تصير؟ رؤوف عود